أحسن مشروع ابتكاري، مسابقة تندرج في إطار دعم الابتكار وتنمية الروح المقاولتية لدى الشباب. ما يميز هذه الطبعة من هذه المسابقة أنها تمس كل الأشخاص باختلاف السن أو المستوى التعليمي، ما يهم وهو أنه يكون حامل لفكرة مشروع ابتكاري. تم من هذه المجهودات التي تقوم بها كل الكليات ومراكز الدعم ودار المقاولتية، وذلك لتوجيه الشباب. مرافقة الجامعة ماديا ودعم أصحاب المشاريع المبتكرة لتجسيد مشاريعها على أرض الواقع أطوار منوطة بالكونفدرالية العامة للمؤسسة الجزائرية. الكونفدرالية العامة للمؤسسة الجزائرية سترافق جامعة جلال اليابس ومركز الدعم والإشارة طيلة هذه المسابقة من حيث الدعم المادي وكذلك الدعم لأصحاب المشاريع المبتكرة. مسابقة تمتد على مدار شهر كامل، وللراغبين في المشاركة الولوج إلى صفحة جامعة جلال اليابس والتسجيل.